هنوضح فكرة السيرش باث والموديول في المثال ده. في الفيديو الفات عملت امبورت وقلت ما جاني ايرور ليه؟ هنيجي نشوف حسي في المثال ده. ولما اعمل امبورت بيحصل شنو؟ حسي عملت الامبورت للاو دي بي سي هيلبر ما اداني اي ايرور. جيت عملت امبورت لفارس فيصل اداني ايرور، قال لي ما في موديول بالاسم ده. طيب كيف عرف انه في الاول في موديول اسمه او دي بي سي هيلبر وما عرف انه في موديول اسمه فارس فيصل؟ والموديول ده ذاته شنو؟ الموديول ده اصلا بكون ملف بتاع بايثون بكون كاتب الاوامر فيه، والنهايه بتاعته بتكون دوت باي بي واي. هو ملف بايثون عادي فيه مجموعه من المتغيرات والدوال وكلاسات ممكن تضمنها في البرنامج، زي في لغه البي اتش بي لما اجي اقول ريكوير او انكلود بفصل ملف الداتابيس في فايل براو واجي بعمل له انكلود، الكود يكون عندي مرتب اكتر واقدر اعمل له مانج بسهوله، اقسم المشروع الكبير لملفات صغيره. في موديول طيب اسمه سيس. سيس ده اصلا بيجي بيلت ان، بيجي قاعد جوا اللغه يعني ما بنشئه انا. عملت له امبورت قلت له سيس دوت باس. سيس بيديني معلومات عن السيستم زي البلاد فورم والبايت اوردر ليتل انديان ولا بيج انديان. حس يعني هنا جيت قمت قلت له سيس دوت باس. سيس دوت باس بتوريني دل اي مسار لما اجي اعمل امبورت هو بيمشي بيبحث جواه، يعني حس الملف الاول ال ODBC هيلبر ده جابه لي لانه قاعد هنا في بايثون 27 ده الملف، لكن فارس فيصل ما في كل المسارات الجاية دي. طيب لو عندي انا ملف انا موديول كاتبه وداير اضمنه، داير اخد الفولدر معين له، بجي بقوم بقول له sys.pass نفذ لي الفانكشن بتاعت الاسم ابنت الفولدر ده ضمنه لي في البحث، لما تيجي تبحث ضمن لي الفولدر ده اسمه نيو سيرش باس قاعد جوا السي نيو سيرش باس فيه فارس فيصل. فقمت الدور ده جيت قلت امبورت لفارس فيصل، الدور ده جاب لي طوالي لانه لما فات بحث فات بحث معاهم في فولدر اسمه نيو سيرش باس، لكن قبل ما اضمنه ما كان هنا موجود في المسارات دي. ممكن استخدم اي فانكشن او اي اتريبيوت جوا الموديول اللي اسمه فارس فيصل او الموديول الثاني الهيلبر، يعني حسي ممكن اقول برنت فارس فيصل باور اون ده الكود اللي كتبناه قبل سميته فارس فيصل. جيت قمت قلت له باور اون نفذ الفانكشن وتبع لي از اون ورجع لي قيمه ثانيه نن، مع انه هنا في الفانكشن ما كنت معرفه له نن. دي هنا قلنا اي فانكشن باي ديفولت بترجع ريتيرن فاليو، لو ما انا كتبتها له حيقوم يرجع لي نن فاليو، ودي الحسي رجع لي لانه في الكود هنا ما كتبتها. تاني هنا جيت عملت كول برضو للدوكيمنت سترينج بتاعت باور اون وقلنا لازم اي فانكشن او اي اتريبيوت اجي انا اعمل لها كول من جوا موديول لازم اول حاجه اكتب الموديول. ممكن نتاكد هنا عملت كول للفانكشن طوالي بدون اسم الموديول فادتني ايرور، وزي ما قلنا سيس اصلا هي بيلت ان جايه مع البايثون جايه مع السطب بتاعها، السورس كود بتاعها ما متوفر لانه اصلا مكتوب بلغه السي. كده شفنا في اكسبشن حاصل، في استثناء، ما اي موديول لازم يكون دوت بي واي زي الموديول بتيجي مضمنه في اللغه. دي كلها فانكشن واتريبيوت جوا السيس موديول ممكن اعمل لها كول، زي مثلا البلاد فورم. قال لي ويندوز 32.